انا راح استعمل اي ما راح استعمل في. اي ليش بحب استعمل اي لما بحكي عن هذا؟ لانه هذا induced voltage electromotive force. فراح استعمل اي واير. هلا هذا الواير راح نفترض او الروتور هذا راح نفترض انه عماله بلف بسرعه معينه مقدارها اوميجا وحدتها radians per second وبقابلها طبعا v meters per second. كيف بحول بين v و اوميجا؟ ايش بدي؟ فعندي طبعا v تساوي اوميجا r مش هيك؟ وهي dimensionally correct مش هيك؟ لانه عندي r وحدتها متر هاي وحدتها فبتصير meters per second والradian unit of dimensionless quantity فبتطلع هذه meters per second. طيب هذا السلك نرجع نذكر حالنا الان بالقانون. عندي اي واير بدها تساوي في كروس بي وانا عارف في ناس عندهم كونفنشن مختلف مش مشكله اتبع الكونفنشن اللي بدك احنا هذا الكونفنشن اللي اتبعناه في الكتاب. فبصير عندي هذا اذا بدي احطه اذا الزوايا كلها 90 عندي الزوايا هون 90 هاي بين ال وبي وبين بي وفي. هلا هون كمان هاي لحسن الحظ انه بي تانجنشال لانه في هيك مزبوط بس بي هيك كمان فالزاويه بينهم شايفين اهميه انه نقول انه بي تانجنشال مش هيك. لو بي كانت هيك هاي بتسبب لي مشكله بتكون بس بس زاويه 90 هون بس احنا عم نقول انه بي تانجنشال في كل مكان او مش تانجنشال عموديه على تانجنشال اوكي الكل فاهم ايش يعني هيها بي عموديه على الدائره في كل مكان فصارت هاي هلا راح تساوي هيك فبتساوي في بي فبتناسب هذا مع سرعته. هلا بدنا نحوله هذا لاوميجا خلينا نعمل نفس الشيء راح احط هلا في محل في راح احط اوميجا ار بدنا احنا اي للواير فبدنا احنا التنين هذول التنين ايش مشبوكين ان بارلل ولا ان سيريز؟ ان سيريز فالكرنت اللي بمر فيهم نفسه بس الفولتج فاذا تكون مثلا فولتج بتحب نطلع اشاره الفولتج بنعرف نطلع اشاره الفولتج كيف بنطلع اشاره الفولتج؟ اوكي فعندي بي راح تكون بهذا الاتجاه هلا خليني افترض انه هو عماله بلف نفترض انه عماله بلف بهذا الاتجاه فعندي الحركه البي بهذا الاتجاه الحركه بهذا الاتجاه فراح يكون الجنريتد فولتج بهذا الاتجاه فكاني عماله بقول انه الكرنت راح يمشي فيه بهذا الاتجاه راح يكون هون كانه سورس مش هو سورس راح يصير فالكرنت راح يطلع من البوزيتيف تيرمينال لانه هو بده يصير جنريتر مضبوط حتى يكون جنريتر وين بيطلع الكرنت دائما متذكرين الجنريتر لازم الكرنت يطلع من البوزيتيف تيرمينال لانه الجنريتر ايش بيعمل او السورس بيرفع الانرجي تبعت الكولومز اللي بتمر منه منها فعندي هذا الفولتج راح يصير فولتج هيك وهيك وهذا راح يصير فولتج هيك راح ينجمعوا مش هيك راح يصير عندي اي لوب يساوي اوميجا ار في اثنين راح نضرب في اثنين محل في راح احط اوميجا ار راح اخلي بي هون راح اخلي ال هلا نفس الشيء راح اعيد ترتيب هاي بحيث انها تصير اثنين اوميجا هلا عندي ار وال وراح احط بي على جنب ايش ناقصني هون؟ باي بقسم في باي وبضرب على باي شو بتصير هذه؟ ايه مضروبه في بتعطيني باي اوميجا 2 على باي لوب بتساوي هاي اذا نفس الشيء ايش بنقول؟ انه الفولتج الانديوست الفولتج الانديوست في لوب بتناسب مع كي اللي هي ايش كي؟ كونستنت بيعتمد على الدايمنشنز تبعت اوميجا الروتيشنال سبيد تبعت هذا المحرك وفاي هي التوتال فلكس هذول قانونين مهمين او فكرتين مهمتين بشكل عام فاي لوب عندي هون 2 على باي اوميجا اللي هي راديانز بير سكند وفاي واذا عملتوا نفس الشيء هون الدايمنشنال اناليسيز اسهل مش هيك ليش؟ لانه محل فاي ايش بقدر احط؟ فولت سكند واوميجا هي راديان بير سكند فالسكند بشطب مع السكند بصير عندي فولت بيساوي وهاي اذا دايمنشنال كوانتيتي لانه هاي على فكره يونت تبعتها راح تكون عدد اسلاك ومتر على متر اوكي فراح يطلع هذه دايمنشنالس كوانتيتي راح تكون مثلا عدد اسلاك وارينجمنت وباثس واشياء زي هيك بس ما فيها متر او كرنت او ما فيها متر او امبير او فولت او شيء هاي الكوانتيتي اللي هي كي اذا هون بنقول انه الانديوست فولتج من الماشين بيعتمد على الروتيشنال سبيد راديانس بير سكند التوتال فلكس ان ويبرز
وهذا هون كي بيعتمد على الكونستراكشن تبعت المشين. تفضل. دكتور القسم اللي فوق بشوف مش المفروض الشارت العكس المفروض من النيجاتيف للبوزيتيف. انت عم بتفكر بموتور ولا جنريتر؟ مش نفس البطاريه مش اه لا انتبه انا هذا جنريتر الان مشغله لما كنت مشغله كموتور صحيح كلامك بس انا هلا شغلته كجنريتر اذا بدي اشغله كجنريتر بده يعتمد هو على بطاريه خارجيه ولا هو بده يصير بطاريه مزبوط مش هو بده يصير بطاريه شو لازم تعمل البطاريه اذا بتشتغل مزبوط هي بتطلع الكرنت من البوزيتيف تيرمينال حتى تعطي انرجي للثانيه مزبوط فصار هذا التيرمينال هو البوزيتيف هلا وين بيصير عندي الجنريتر ليش 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 احنا جبنا جنريتر وغلبنا حالنا ايش بدنا نعمل ايش هدفك من الجنريتر طاقه مش في ناس عمالهم بيستنوك برا بيقولوا لك انا عندي لودز عندي لمبات هون مجموعه لمبات بدي اشغلها مزبوط فالكرنت بده يطلع من البوزيتيف تيرمينال هون ريزيستر ايش راح يصير فيه والكرنت كيف راح يمر فيه والكرنت ايش راح يصير راح يدخل من البوزيتيف ويطلع من النيجاتيف في الريزيستر معناها الطاقه وين لمين راح تروح الريزيستنس راح تعطي حراره او تعطي طاقه اوكي ماشي ماشي في اسئله على هذول الفكرتين